السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، نكمل مناقشة الأمثلة التطبيقية القوانين اللي تم أخذها سابقا. في المثال الرابع هنا شو يقول؟ يقول a mixture of 1400 gram of gravel بصيغة الـ oven dry أيضا with an absorption capacity of 1.5% and 1000 gram of sand with a moisture content SSD بصيغة الـ SSD of 2.6% was added into a concrete mix. تم إضافتها إلى خليط كونكريتي. Compute the adjustment of water that must be made to maintain a constant water cement ratio. المطلوب هو نفس المطلوب بالمثال السابق لكن المعطيات مختلفة. فأنا عندي هنا 1400 غرام ما الحصو بطريقة بصيغته الجافة وقابلية امتصاصه هي 1.5% من وزنه، فهو يقدر يمتص 1.5% من وزنه الحصوة. أما الرمل فهو 1000 غرام تم إضافته للخلطة الكونكريتية اللي محتوى الرطوبي مالته 2.6%. أوكي، إحنا نريد نحسب إيش قد نحتاج نعدل أو الوزن، يعني إيش قد نحتاج نعدل بالماء حتى نضمن ثبات الووتر سيمنت ريشيو التصميم. فنجي هنا أيضا نفس الأسلوب أن نحلهن بالتدريج. أوكي، فهنا طبعا الحل هذا هو نقدر نستخدم نفس هذا الأسلوب. أوكي، لكن هنا راح نستخدم طريقة أخرى باستخدام قوانين. فهنا هم نجيهن للجرافل بواحد وللساند بواحد. هنا هسه نجي المعطيات بالنسبة للجرافل. أنا عندي الووتر يساوي لنا 1400 غرام. طبعا هنا صيغة الأسلوب الحل اختلف عن الحالة السابقة لأن المعطيات اختلفت. أوكي، فأنا عندي هسه الووتر الويت سوري مات الجرافل هو 1400 غرام، القابلية امتصاصه 1.5% من وزنه، فأقدر أستخدم هذا القانون حتى أطلع الـ SSD. أوكي، هسه إذا عرفت الـ SSD من هذا طبعا تطبيق مباشر، أنا عندي كل المعطيات موجودة ما عدا الـ SSD، فالمجهول الوحيد الـ SSD يطلع الوزن SSD هو 1421 غرام. هسه السؤال اللي يطرح نفسه، إذا أنا عندي وزنه SSD وعندي وزنه هو وجاف، إذا أطرح هذا الوزن من هذا الوزن شنو يطلع لي؟ أوكي، أكيد أنتوا راح يخطر لكم إنه الفرق بين الوزنين هو كمية هو الوزن اللازم امتصاصه من قبل الحصو هذا حتى يملأ الفراغات مالته، بالنتيجة هو الماء اللي راح يتم امتصاصه. أوكي، هسه أنا شنو عندي هنا بهاي الصيغة؟ أنا عندي SSD إذا تتذكرون هو الوزن للركام بصيغته المشبع والسطح جاف، يعني هو مساماته كلها مملوءة ماء. أوكي، لكن الخارج مالته جاف. الأوفن دراي هو وزنه والمسامات مالته كلها جافة. لما ما أعرف الـ WSSD وأعرف الأوفن دراي، راح إذا طرحت هذا الوزن اللي هو SSD من الأوفن دراي، شو راح يطلع لي؟ الوزن اللازم أو الخاص بال وزن الماء داخل الفجوات أو داخل المسامات اللي هو أنا إذا أعرفه. فهنا هسه أنا من هذا القانون أو من هذا التطبيق المباشر، the amount of water that can be absorbed by the gravel، بما أنه هو أصلاً الجرافل بصيغته الـ oven dry هو أصلاً جاء، فأنا من حسابة الـ SSD، فمن أطلع الـ SSD من oven dry هذا الوزن اللي هو طلع لي بالموجب هذا أكيد راح يتم امتصاصه من قبل الحصو، لأن يعني هو أصلاً جاف. أوكي، فيحتاج 21 غرام من الماء يتم امتصاصه حتى شنو يوصل إلى صيغة الـ SSD. بالنسبة للساند أطبق نفس القاعدة، أنا المعطيات اللي عندي الوزن هو اللي يعني وزنه بصورة عامة هنا اللي هو خلينا نقول بوزن الستوك. فهاي الحالة اللي هنا بما أنه بنقول أنا 1000 غرام أوف ساند، بما أنه لا حدد أنه هو أوفن دراي ولا هو SSD، معناته هو بالستوك يعني من الكدس. فالقانون الخاص أنا المعطيات الموجودة، فوزنه هو والستوك 1200، وزن المحتوى الرطوبي صيغة SSD هو 2.6% من وزنه. فأنا إذن أطبق القانون اللي يتلائم ويا المعطيات اللي عندي. فأنا عندي المحتوى الرطوبي SSD يساوينا W stock ناقصا WSSD مقسوم على WSSD. أوكي،
فمن خلال هذا القانون أنا أقدر أحسب الـ WSSD. إذا عرفت الـ WSSD أقدر أطرحها من وزنه هو بالستوك يطلع لي وزن، هذا الوزن هو مقدار الوزن اللازم أنه يا أما يتم امتصاصه أو طرحه بالخلطة الخرسانية. أوكي، اللي هو إذا بالستوك أنا ما أعرف وضعيته شنو، هل هو مش هل هو مثلا رطب، هل هو مشبع وسطه جاف، هل هو جاف، we don't know, we have to find the amount of water and see the result. If it is minus, then he will gonna absorb. If he if the result is plus, then he will be add water to the concrete mix. Okay, فخلينا حلو نشوف احنا شو نطلع لنا. هسه طبقنا تطبيق مباشر، المجهول الوحيد هو ال WSSD، فطلع لي WSSD 974.66. اوكي، هذا اللي هو المشبع والسطح الجاف حسب التطبيق. هسه the amount of water that can be added to the mix، هسه هنا انا شلون استنتجت انه هو راح يضيف؟ لان انا اصلا الوزن مات الرمل بالستوك هو 1000 غرام، في حين الوزن المفروض اللي يصير SSD حسب المويستر كونتينت الخاص بهذا النوع من الركام طلع لي هو شنو 974. بما انه ال SSD اصغر من الستوك فاكيد هنا هذا الركام اللي هو الساند راح يضيف للخلطه التصميميه. اما اذا كان بالعكس لو كان ال SSD قيمته اكبر من الستوك معناته هذا الركام راح يمتص. فنجي نطبق هنا ال W stock ناقصا ال WSSD تطلع لي إشارة موجبة هنا، فمعناتها شنو؟ هذا الماء راح يتم إضافته للخلطة خرسانية. هسه حتى أعرف أنا شقد قيمة الـ 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 الماء اللي أحتاج أحذفه من الكمية التصميمية للكونكريت راح يساوي لنا كالآتي: 25 اللي راح يتم إضافته من الرمل ناقصا 21 اللي راح يتم اضافته من ال راح يتم امتصاصه من ال الحصو فيطلع لي 4 غرام. هذه هذا المقدار من الماء لازم يتم need to be subtracted from the designed amount of water حتى نضمن a constant water cement ratio. اوكي، فهسه صعدنا واضح كيفيه حساب ايضا التعديل على الماء التصميمي. طبعا هاي طريقة تعديل الماء التصميمي هاي راح نستفاد من عدها بشكل جدا كبير إن شاء الله بمحاضرات تصميم الخلطات الخرسانية وكيفية حساب كميات المواد المستخدمة داخل الخلطة الخرسانية من تي تطوها بالخباطة المركزية أو ذات يصبون بالموقع. صحيح يتم التصميم صمموا خلطة خرسانية لكن راح تفرضون SSD، لكن تالي من يتم تطبيقها على الأحداث الموجودة بالحقل ما الرمل والحصو فهنا لازم أنه تعيدون حساب تحسبون الأوزان الخاصة بقابلية امتصاص محتوى الرطوبي والأوزان وطبيعة الأوزان المختلفة للركام الموجود بالحقل، ومن خلالها راح تحسبون أنه ما إذا هذا الركام راح يمتص ماء أو يضيف ماء، وهذا المقدار الناتج اللي هو المطروح من القيمتين هو هذا اللي تحتاج تضيفونه أو تطرحونه من الماء التصميمي حتى تضمنون سرعتكم constant water cement ratio. وهذا جدا مهم نحافظ عليها لأن أنتوا بناء عليها من صممتوا قلتوا بناء على هاي water cement ratio أنا راح أحقق هاي المقاومة، فأي اختلاف بها ممكن يسبب لنا مشكلة. حتى على أثر هاي water cement ratio أنتوا صممتوا قابلية تشغيل الهطول يعني ما تل slump test، فقلت انه السلمب اللي حسب التصميم البريطاني راح يقابلها مثلا نسبة ماء هالقد او بالطريقة الامريكية كذلك، فبناء عليها راح تتحدد كثير من الامور. لذلك ضروري يتم اخذ طبيعة الركام الموجود بالحقل بنظر الاعتبار اثناء الخلط. هسه عندنا المثال الاخير اللي هو تعدكم الى مثال موجود بالكويز. فهنا the material ratio for concrete mix، هنا نسبة الخلطة الخاصة بالكونكريت ميكس هي 1:1.5، يعني 1 ساند 1.5 حصو. اوكي، فهنا ال bulk specific gravity for the cement is 3.15 for the sand 2.5. فهنا ال air content is 4.8%.
If the gel space ratio is 0.72, calculate the water cement ratio for the for when alpha تساوي 0.8. طبعا غالبية هاي المعطيات الموجودة هي ما إلها علاقة بالمطلوب. أنا المطلوب إنه شنو أحسب الwater cement ratio. كل المعطيات الموجودة هنا ما راح أكو قانون معين يفيدني غير القانون هذا اللي انت أخذته بالمحاضرات اللي فاتت بالمحاضرة رقم 5. فالX معطى اللي هي 0.72 أوكي، وعندي الألفا معطى 0.8. بقية المعطيات ما راح أحتاجها، يعني لا البلك سبيسيفيك جرافيتي يساعدني أنه أعرف الووتر سيمنت ريشيو، ولا أكو قانون آخر من تلك القوانين الخاصة بالبلك سبيسيفيك جرافيتي مات الأجريجيت راح يساعدني بحساب الووتر سيمنت ريشيو ما عدا هذا القانون. هنا بحالتنا هذه الX يساوينا ال 0.68 ألفا أو 0.32 ألفا بلس water cement ratio. فالمجهول الوحيد هنا أنا عندي فقط water cement ratio. فهنا تطبيق مباشر فراح يطلع لنا تقريبا water cement ratio هي 0.5%. أوكي طبعا يعني هاي طبيعة من الأسئلة اللي قد يكون بها بعض المعلومات اللي هي يعني مجرد توهيم، لكن المطلوب هو شيء آخر. فكل ما هنالك هذا نموذج من الأمثلة موجودة بالمصدر اللي نستخدمه أصلاً بالمحاضرة الخاصة بالكونكريت تكنولوجي، لكن الهدف من عنده هنا اختبار معلومات الطالب إنه أنا شلون أميز أي نوع أي أحد من القوانين اللي يحتاجها من جملة من المعطيات. فأنتوا هسه كمهندسين بالحقل راح تلجون راح تكون عندكم جملة من المعطيات، لكن في حالة معينة تتعرفون فد نسبة معينة أو فد مجهول معين، واللي متوفر عندكم فقط هاي المعلومات. فمن ما متوفر عندكم تقدرون تستنتجون القيم المطلوبة. فإن شاء الله تكون الأمثلة وحل الأمثلة واضح عندكم. وياريت أنه تمارسون بهاي الأمثلة فتعيدون حلهن أكثر من مرة حتى تصير عندكم ممارسة باستخدام القوانين. وإن شاء الله أيضا راح أخلي لكم مجموعة من الأسئلة الكوزز حتى يو براكتس وتسوي ممارسة لإيجاد وتطبيق القوانين المختلفة المعطاة بالمحاضرة 7 و8. بالتوفيق إن شاء الله.